السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي المشاهدين، نلتقي بكم بحلقة جديدة من برنامجكم صدى الكفيل الذي نستعرض فيه آخر فعاليات العتبة العباسية المقدسة، فابقوا معنا. من البحر إلى النحر، هكذا كان عنوان مهرجان مسيرة الأربعينية الذي أقيم في منطقة رأس البيشة في محافظة البصرة، إذاناً ببدء موسم السير إلى كربلاء. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. شهدت منطقة رأس البيشة في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق انطلاق أولى أفواج مسيرة الزحف الحسيني الهادر نحو مرقد الإمام الحسين عليه السلام لإحياء ذكرى أربعينيته الخالدة، وإذاناً ببدء هذه الرحلة نظم للسنة 11 على التوالي مهرجان مسيرة الأربعين تحت شعار من البحر إلى النحر. من منطقة رأس البيشة أقصى جنوب قضاء الفاو التابع لمحافظة البصرة، أقصى نقطة في جنوب العراق. قد يتساءل بعض أنه هذه المنطقة ما هي؟ أين تكون؟ منطقة رأس البيشة آخر نقطة في جنوب العراق ومن بعدها البحر. في اليوم 28 من شهر محرم الحرام اعتاد أهل الفاو منذ القدم بالانطلاق من هذه المنطقة نحو قبلة الأحرار، نحو أبي عبد الله الحسين عليه السلام، زيارته في يوم الأربعين. زيارة الأربعينية من البحر إلى النحر، والغاية من هذه الزيارة تعبيراً عن مظلومية إمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وبما مثله الإمام الحسين لنصرة الإنسانية ونصرة الحق والقضاء على والوقوف بوجه الظالمين والمتغطرسين الذين يريدون بهذه الأمة. يعد المهرجان الذي تقيمه مؤسسة الشعائر التابعة لمكتب المرجع الديني الراحل السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره الشريف بالتعاون مع الهيئات والمواكب الحسينية في البصرة وأهالي قضاء الفاو إعلانا رسميا لانطلاق مسيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام مشيا على الأقدام، وشهد إلقاء العديد من الكلمات والقصائد ذات المضامين الحسينية الهادفة. ألف متطوعة من 13 محافظة، هذه الأرقام كانت نتاج البرنامج الذي نظمته مدارس الكفيل النسوية للمشاركة في تنظيم الزيارة الأربعينية وتقديم الخدمات للزائرات، وتضمن البرنامج إقامة دورات للمتطوعات لزيادة مهاراتهن في التعامل مع مختلف الحالات. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. استعدادات مبكرة عملت عليها شعبة مدارس الكفيل الدينية النسوية في العتبة العباسية المقدسة لزيارة الأربعين، بضمنها تنظيم مخيمات لمجاميع نسوية من طالبات مدارسها وغيرهن، بلغ عددهن 1000 مشاركة من 13 محافظة من أجل إشراكهن في تقديم الخدمات للزائرات كمتطوعات ضمن رابطة بنات الكفيل. أغلب المحاضرات أو أكثرها كانت تصب في تقديم كيفية التعامل مع الزائرات وتقديم أفضل الخدمات، ومن هذه المحاضرات كمثال مثلا أسوة بالعباس سأبذل غاية المجهود، واللي أخذناه شعار لهذه المخيمات الأربعة التي أقيمت على مدار الأسبوعين. بعض السلوكيات اللي ممكن يواجهوها كأن يكون عدم الالتزام مثلا على سبيل المثال بالحجاب، أو بعض السلوكيات الغير مرغوبة بالمجتمع أو الغير سوية كذلك، يعني حقيقة المتدربات تفاعلوا كثيرا. نود باسمي وباسم متطوعات رابطة بنات الكفيل نود تقديم شكر إلى مدارس الكفيل وإلى الكادر والأساتذة الأفاضل الذين قدموا جميع المحاضرات التي تكون غنية بالمعلومات وكيفية التعامل مع زوار أبي الفضل العباس. المخيم الذي اختتمت فعالياته حمل شعار أسوة بالعباس عليه السلام سأبذل غاية المجهود، تلقت المشتركات فيه على شكل وجبات محاضرات وورشا دينية وثقافية وإرشادية إلى جانب التنموية، وبما يسهم في ترسيخ مبادئ الخدمة الحسينية ومقوماتها لدى المشاركات وإعدادهن لزيارة الأربعين والزيارات المليونية.
أطلقت جمعية كشافة الكفيل التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية برنامجها التطويري الحسيني الشامل الذي شمل دورات تعليمية لطلابها ومن مختلف الأعمار، وتضمن البرنامج فقرات متنوعة سنتابعها من خلال هذا التقرير. بمشاركة 300 عنصر كشفي وضمن فعاليات برنامج التطوير الحسيني الشامل بنسخته السابعة، أطلقت جمعية كشافة الكفيل التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة الدفعة الثانية من دورة علي بن الحسين عليهم السلام لمرحلة قبول الشبل والكشافي ومن 9 أعوام إلى 19 عاما. تتضمن الدورة عدة محاور مهمة اللي هي تقدم محاضرات في المعرفة العقائدية، المعرفة الكشفية، وأيضا في الجانب الإعلامي وخطورة الألعاب الإلكترونية، أيضا نتطرق لهذا الجانب فضلا عن الجانب الترفيهي من ألعاب إلكترونية فكرية وأيضا ألعاب رياضية. خصصت هذه المحاضرات لفئة الأشبال والكشافة ليبرز المتميزين في هذه الدورات التدريبية من أجل إعداد برامج أكثر تطور في المستقبل القادم إن شاء الله، وسنواكب مع هؤلاء الشباب حتى أثناء الدراسة، فترة الدراسة سنكون معهم في كل يوم جمعة وسبت وفق برامج متعددة. قدم هذه الدورات التدريبية نخبة من المدربين في مختلف المجالات التدريبية ومختلف التخصصات. يضم برنامج الدورة الذي يستمر ل5 أيام مجموعة من الأنشطة والفعاليات النوعية التكاملية بمختلف الأبعاد المعرفية والمهارية، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية والفكرية التي تسهم في التطوير والارتقاء بمستوى المشاركين وخلق قاعدة شبابية وجيل واع مثقف محصن فكريا وثقافيا وعقائديا متسلحا بالتعاليم الإسلامية، ويسهم في صقل المواهب واكتشاف الطاقات والمساعدة في إبرازها وتوظيفها توظيفا علميا وعمليا. ومع اقتراب الزيارة الأربعينية وبدء توافد المواكب من مختلف المحافظات العراقية، استمر قسم الشعائر والمواكب بإصدار الكفالات وتنظيم هذه المواكب بحسب خطة معدة سابقا وبالتعاون مع الجهات الحكومية. المزيد في هذا التقرير. لتنظيم عمل المواكب الخدمية والعزائية وتنسيقها خلال زيارة الأربعين، شرع قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق والعالم الإسلامي التابع للعتبتين المقدستين بإصدار الهويات والكفالات القانونية لمواكب الخدمة والعزاء التي ستشارك بإحياء زيارة الأربعين وبالتعاون مع مديرية شرطة كربلاء المقدسة. عند قدوم وقرب زيارة الأربعين يكون هناك تعاون مع قيادة شرطة كربلاء وفوج الحرمين لإعطاء الكفالات وإصدار الكفالات إلى المواكب سواء الداخلة إلى مدينة كربلاء من المحافظات العراقية أو من البلدان العربية والأجنبية الراغبة بتقديم العزاء أو الخدمة في هذه المناسبة العظيمة. فضل جهود العتبتين واكتساب الناس وتسهيل أمورهم، عملية مو سهلة، يعني 13,000 موكب توفر لغاز، توفر دخوله من محافظته، من منطلقة من بيته يجي الموكب على التعهد الخاص الصادر من قيادة شرطة كربلاء إلى محافظتنا كربلاء، هو محافظتهم. ويسعى قسم الشعائر والمواكب جاهدا مسخرا كل إمكاناته لإنجاح مراسيم هذه الزيارة، إذ يعد إصدار التخويل والهوية سمة الموافقة على هذه الأعمال، بما يضمن تحقيق تنظيم عملها إضافة إلى المساهمة في توفير الأمن وتسهيل الإجراءات الأمنية. انتهت الآن فقرة التقارير الإخبارية، سننتقل وإياكم إلى باقي الفقرات ولكن بعد هذا الفاصل. أيها الزائر المؤمن، كيف تستحضر الإمام السجاد عليه السلام معك في زيارة الأربعين؟ وأنت تحمد الله تعالى على النعمة وترفع بقايا الطعام من الأرض، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في شكره لله. وأنت تسير وتستثمر المشي في حفظ سورة من القرآن الكريم أو قراءة دعاء،
فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في علمه، وأنت تساعد شيخاً كبيراً وتعطف على الطفل الصغير، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في تواضعه مع الناس، وأنت تؤدي مراسم الزيارة بأدب عالٍ، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في أدبه وخلقه. وأنت تسير وتغض البصر عن المحارم، فإنك قد استحضرت الإمام السجاد في شرفه. فبادر الآن واستحضر الإمام السجاد عليه السلام في شخصيتك، وكن مثالاً وقدوة للرجل الحسيني الملتزم أمام العالم. وصلنا الآن إلى فقرة صورة وتعليق، التي سنستعرض بها بعض نشاطات العتبة المطهرة في هذه الأيام من خلال الصور، لنتابع معا. عطر الهداية هي فقرة سنستمع بها إلى أحد المواضيع المتعلقة بالزيارة المباركة، لننتفع بما فيها من عبر وعظات عبر محاضرة يقدمها المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، لنستمع معا. من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف المجتمع وعدم قدرته على مواجهة التحديات، ومما يجدر ذكره أود أن أبين لكم إخواني كيف نحصل هذا الأمر. إخواني، أنتم ملايين الآن، ملايين تتوجه لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. انظر أنت إلى بقية الملايين، 13 مليون، 14 مليون، هؤلاء تعاشرهم وتخالطهم أثناء المسير للإمام الحسين عليه السلام، بالأخلاق الطيبة، معاشرة الحسنة، تعاون، تكاتف، محبة، الاحترام. لماذا؟ هذا أخ لك في الإيمان والدين، هذا مشارك لك في المواساة للإمام الحسين عليه السلام، هذا مشارك لك في الولاء وتجديد العهد والبيعة للإمام الحسين عليه السلام، هذا مشارك لك في وحدة المصير، في وحدة الهدف، في وحدة الولاء. اجعل شعورك تجاهه في بقية الأيام وبقية الشهور كذلك. أنا حينما أسير وهذه ملايين معي أشعر هذا أخ لي في الإيمان، هذا مشارك لي في وحدة الهدف والمصير والولاء، لذلك أتعامل معه بهذه المعاملة. حينما أعود لا يكون تعاملي مع هؤلاء بالتناحر والتشاجر والتقاتل والبغض والحقد والحسد والمكر والكيد وغير ذلك من الأمور التي تنافي الولاء. كيف وخطابي إلى العشائر الذي هناك بعض الشكاوى، هذه العشيرة وهذه العشيرة، تقاتل يحصل أحيانا، هذا باب المثال لأمور تافهة يؤدي إلى أن يذهب عشرات من المواطنين ضحايا بين قتيل وجريح. الاثنان من العشيرتين في الأربعين يأتون مشيا إلى كربلاء، العشيرتان يأتون مشيا إلى كربلاء، طوال هذا الطريق يتعاملون بالحسنى والمحبة والتآلف والتكاتف وغير ذلك. لماذا لا نديم هذا التعامل في بقية الشهور؟ هل يصح هو حسيني وأنا حسيني بين القبيلتين والعشيرتين؟ هل يصح أثناء المسير
أن أنظر إليه لأنه موالي أخي لي في الإيمان، مشارك لي في الهدف والمبدأ. ثم إذا عدت إلى مدينتي وإذا أنا أتقاتل وأتشاجر وأتنازع معه وأتقاتل معه حتى تذهب الدماء، ضحية هذا التقاتل والتشاحن والتصارع، هذا ينافي الحسينية الصادقة. لحظات ضوئية هي فقرة نستعرض فيها إبداعات مصوري العتبة العباسية المقدسة من خلال توثيق لحظات السير إلى كربلاء لنشاهد معا. إلى هنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نستودعكم الله أحبتنا المشاهدين على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي أنا علي الإشيقر وكادر العمل، في أمان الله وحفظه.